فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. وأيضا هذا يشمل استعمال الذهب والفضة في الأكواب، واستعمالها على الأبواب أو في السقوف، أو حتى ما يفعله أهل البذخ، استعمالها في المراحيض وكراسي المراحيض ومقود السيارة أو مفاتيح السيارة، كل هذا منهي عنه لأنه يدخل في الإسراف والبذخ والكبر وإنفاق المال في غير حاجة وغير مصلحة معتبرة. نعم. هل يلحق بالذهب أحجار كريمة غالية أحيانا مثل الألماس؟ ما يزاد على ما نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الذهب والفضة، الحمد لله. وما عدا ذلك فهو باق على أصل الإباحة.